عندنا حقيبه مدرسيه 50 بدرامنا، قلم رصاص هذا 10 دينار. هي أسعار تنافسية ومعقولة طرحتها مختلف المؤسسات الجزائرية في الطبعة الثانية لمعرض الأدوات المدرسية المسيد الذي تميز بعرض منتجات محلية الصنع. اليوم رانا هنايا باش نوفروا الأدوات المدرسية والسيالة للمواطنين بأسعار جد معقولة. من جرى هذه ب 20 دينار. ممحت 20 دينار. عندنا كراس 64 مثلا اللي تلقاه هنا 60 دينار تلقاه برا 70 دينار، كراس 96 تلقاه برا 95 دينار هنا تلقاه 80 دينار، كراس 288 برا بالروسر يدير برا 31000 هنا تلقاه 27500. لي بري هذو تاع الجمله لي كاي كل واحد والبري تاعو من 305 وطلع، ولي كريو كاين من 1000 فراك حتى ل 3000، المنقاله كاين 1000 فراك، كاين الكوس 1000 فراك، كاين مسطره 1000 فراك. آراء المواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية تباينت من ولي تلميذ لآخر، معتبرين في نفس الوقت أن تخصيص مثل هكذا معارض فرصة لتخفيف الضغط على العائلات. الأسعار تقريبا كما برا، ماشي ما كانش فرق كبير، تخفيض حاجة مي كاين حوايج كما برا نفسها. أبال المكتبات بالك شوية غالية. مقارنة بالأسعار بالعام اللي فات راهي مليحة لا بأس. هي تخفيضات تميزت بها طبعة الثانية لمعرض الأدوات المدرسية المسيد الذي ستبقى فعاليته متواصلة إلى غاية عشية الدخول المدرسي.